دير ان شاء رباعي الله. دير رباعي، ما عنديش مستوى. معليش يا ودي انت بلا مستوى وتسوي بلا مستوى عندنا. يعيشك يعيشك. مساء كل خير. قول لهم كمسوا كمسوا بانتاجي، كمسوا رامي كمسوا. كم سوي مارتاجو وشينو قاعد يديروا شوف الصوت. انا كيفاش ما يكمسوا لي شابو جمعه، هضر معاهم بالك يعودوا يكمسوا. عاودي انا كده نهضر معاهم، الريكلامي على روحي ولا الريكلامي عليك؟ عامي اختك يا اخي قلت لك يعطي ناس ملاحه، ها قول لهم عامي كمسوا. انا هيا يعطيكم تستاهل، الصحه. انت يا وكبت بلادي وجزائريه كيما انا واختي يعيشك بالله. هامي كمسوا. ها راكي صح مليحه صح، رامي كمسونك. هامي كمسوا. هيه ها وجيش العطاء اضربك، انت الدوماندي يحضر عندك ما كانت مشكل، ويجي لا يعاونك ويوقف معك. انت اختنا وبنت بلادنا وكنا نتفرجوا عليك في التلفزيون، وما كاينش ديري لا يعيشك مسلسلات قلت لا حلقات، ما كاين ديري والو. والو. هاوليا وعلى هاني هنا في تيك توك نلعب هكا مين داك. معليش معليش، المهم انت يا وين تسيبي راحتك، ذاك هو الصح. حطك كوك ولا في جهه واحده اخرى. اك جايبها ما شاء الله بو جمعه، كل التوفيق. قولي والله راني عاجبك. والله ما شاء الله عليك، توصلها تكملهاك باذن الله يروح خويا العالميه. هنا وخراني فيها هم غادي لا لا ان شاء الله تروح العالميه، العالميه تاع العالميه ان شاء الله. اسمع اسمع والله تستاهل. إنسان انا بضحك. بسيط الله متواضع يسلمك ماكش الله متكبر. يسلمك. لا الحمد لله الحمد نية لله فهمتني، واحد الحمد كيكون لله. نية يبان، وواحد كيكون فيه الحيلة يبان. خويا أنا انا اللي وافية خاطيني عندك، أنا كل يوم نتفرج لايفك بارك الله فيك. اسمع انا وهاني نقول لك ضيفتك، هاني مضيفتك من نهار بديت اللايفات وأنا نشوفك. هاني نضيف هاو اختي جاني جيش يسري. العطاء. ها مجاو عندك شفتي، حتى من اسمهم مليح، جيش العطاء يعني جيش العطاء. كان لي عنده نية شوية ناقصة يفهم هذه كلمة العطاء، يعني كلمة ما هي مليحة. ما يعني هذا مهابل. لو كانت كلمة ما هي مليحة ما تكونش في اللغة العربية، واللغة العربية لغة القرآن. صح صح لكن كاين لي احنا في الجزائر عندنا كلمات، انا كاين كلمات بالك انا نقولهم انا بعفوية. مثلا عندنا احنا في شلف تقولهم عادي، بالك في ولاية اخرى ماهيش مليحة. انا ما صح. كنتش نعرف هذه الامور. والله ما كنت نعرف، والله ما كنت نعرف كاين كلمات، والله ما كنت على بالي باللي كيما نقولوا انا هنايا عندها معنى، ومثلا نروح الشرق الجزائري عندها معنى، عندها معنى تروحي للجنوب عندها معنى، تروحي للغرب عندها معنى. انا ما كنتش نعرف هذه الامور. صح. على هذيك انا نضرب عفويه. كاين اللي بالك يقول بو جمعه يسب ولا يطيح، انا عمري لا طيحت في لايف ولا لا سبيت لا ني ما ولا نشوف قلت كلام لايفاتك ما شاء مستمر. الله عليك، تضحك تقصر دير لهم الحمد شويه لله. هكا هذاك الحماس بتاع الجوالات، سينو انسان محترم. والحاجه تاني اللي مليحه فيك ابو جمعه، كيفاش تكبر بالداعمين، اللي يرمي لك ورده تذكر اسمه، هذه انا حاجه الحمد مليحه لله. ومهمه. باسكو انا كامل. كاين ناس يهضروا غير مع اصحاب الليفل، ما يكبروش الناس كي يعطيهم ورده ولا لا فهمتني، لا سيرتو كي يعود لايف وطالع. انا شوفي انا لايف بتاعي يلحق خطره تحت 40,000 30,000 20,000 10,000، المهم واش اللي كتب ربي والحق ما عادي. كي شغل انا ذا الامور ولا هذا الشهره ولا هذه انا ما تخلعنيش، نكذب عليك على ما نخليهاش تخلعني. نعرف روحي باللي بسيط وليد قليل ونبقى ولد قليل، والحاجه اللي في ذهني انا من التراب والى التراب اعود، يعني حاجه تاع الدنيا الفاني ما خليهاش تخلعني. لازم انسان يكون متواضع مع قاع الناس، لازم الناس تكون عنده قاع سواسيه، يعني مش قال فلان نكبر به وفلان هذا في الطبقه الكادحه ما نسمعش به. انا هذه العقليه ما عنديش. يعطيك الصحة ولا يعطيك الصحة أبو جمعة. وانت يا عندك خبره عليا ومعروفه عليا وتعرفي خير مني. انا ما عنديش خبره في هذه لا سوشيال ميديا ولا، انا ما عنديش كيما نقولوا احنا خبره ونعرف ولا ما نعرف والو، نكذب عليك. انا انت يا لو قلت كان هكاك تشوفي مية وزهر.
اسمع انت، لو كان تشوفيني بوج مع كيف راه قاعد وكيف راه داير اللايف تاعو وكيف راه ملي انت يدبد بي، يعني خايف لي نضرك القرون، انا خايف نخلعك، لو كان نعاد لك تنخلعي، ما انا مانيش باغي نخلعك. لا نورمال، انا تاني زوالية كيفك وكامل تمرمدنا وكامل طحنا ونضنا الحمد لله وكامل، الحمد لله. ان شاء الله نتمنى لك، نتمنى لك كل التوفيق في ان شاء حياتك، الله خاصك صح انسان تستاهل ليا للناس كامل، ليا وللناس ان كامل، شاء الله خويا. اي انسان متمني حاجه تاع خير متمنيه ان شاء الله ربي يوفقه، انا واي بشر، إن شاء انا الله واي بشر. لازم انسان، شوفي، كي ربي يعطيه حاجه قبول عند الناس، ولا عطاه دراهم، ولا عطاه محبه عند الناس، ولا عطاه هذيك، لازم انسان كيما نقولوا احنا ما يكونش جاحد ويبغي غير نفسه، لازم كيما أيوة لازم كيما نبغي روحي، نبغي لك انت يا اختي، ونبغي لخويا، ونبغي لاي واحد نبغي له الخير. هذا هو انا هذه هي عقليتي، لكن كاين شي عقليه تتفرق. حنا كي كنا نقراو، وانا كنت ما نعرفش نقرا. راح زيد افتح جولة، افتح واحكي لي. والله ما خسر. زيدوا جولة ونسهلوا. كي كنا نقراو وانا ما نعرفش نقرا، كونوا في الاختبارات ولا نديروا في الفروض ولا والشيوخ مزايرينا، نبغي ننقل على ذوك اللي يقراو، ما يبغوش يوروني. يا ودي غير وري لي كشغل، غير شويه اعطيني، غير كلمه اعطيني، ذيك نسيب هذوك اللي ما يبغوش يوروا لي. علاه ما يوروليش؟ يخافني لا نجيب خير منه، كشغل يحسدني. هو من حقه ما يوريليش، على بالك علاه من حقه، على بالك علاه. على بالي كاين كوطي، هو تعب وقرا وسهر وطاح وحل تمارين وناض وكسر راسه، وبو جمعة نهار كامل هو مزرطي، ومن بعد يجي يقول وريني نقول له عليك. كاين صح، هذه اللي معاهم. ايوا من حقه، وانا ما يورينيش من حقه. هذه هي دايره هكا. انا كنت ننقل في الاختبارات، على بالك كنت ندير، كنت نقطع الطابليه منها. ايه تلك الحاشيه اللي يقلبوها هنا تاع الطابليه تاع بكري، مش كما الطابليه تاع ضرو، الطابليه تاع بكري كانت تدي على زوج. هي نقطعها منا، فهمتي، نقطعها هكا منا حتى لهنا، هيا ونكتب في ذي الجنب هنايا، هيا وانا نكون ندير في اختبار نلعبها، قابضتني خلقني في ضارني وضربني الريح ونوني ديك، هيا نلعب نسرني في ذيك الطابليه بكري، ماهوش كيما ضرو كيقول جيب مشوار وجيب ذيك شو شو خدها بكري نورمال، كي تمزح هكا ولا عادي، ايا ندير هكا نقول له ما فاقوش بيك. والله ما فاقوا بيا، فقط بيا خطره بركة، وهذا الخطره كنت نقرا، كنت نقرا في السات ياماني بكري، كنا نقولوا السات ياماني السابعه متوسط. ايا كنا دخلنا جدد، وجت الذراري اول مره نشوفهم، هذه تاع كيما يكونوا ينقوا في وذني، وانا كان ستيلو بيك، تعرفي ستيلو بيك؟ ستيلو بيك، دخلت كيما قولي تنقي في وذني، لصقت لي ذيك الخبوشه، لصقت لي الداخل. ولات وذني تنسف، شتي يا كي يكونوا في الاذاعه يحوسوا في الاذاعه في البوست، يحوسوا على كاش قناه وما يسيبوهاش، تقول لا فريكونس. ولا وذني دير هكاك، خلعتني معنا، كنت صغير وما نعرف شو بكري، كان الفقر وكان البرد وكان روحت عند واحد الشيخه مسكينه، يقول لها الشيخه حوريه الى ريح حيه، دوك تكون بالك عجوزه دروك، الى ريح حيه، ربي يطول في عمرها، والى مات ربي يرحمها مسكينه، واحد العاقله. رحت عندها قلت لها ودي يا الشيخة انا دخلت لي قابوشة في وذني، قلت لي ياه، قلت لها قابوشة دخلت لي، قلت دورت لي راسي كيما قصبتها داخل لاصقة، والله العظيم لو كان كيما دروك يدوك للسبيطار ويديروك عملية وكفامة، والله إلا نحات المساك، مساك شفتي المساك تاع الخمار، مساك تاع الخمار، ودتني قاعة الأساتذة وحدي راسي وراسها، رقدتني على الطابلة وعوجت المساك وطلعتها. قسما بالله ما انت هاني بامن،
وقت النية. وقت النية. ايه رحت قلت لها قالت لي واش بيك، قلت القابوشة دخلت لي، قالت لي انت كادر دخلت لك القابوشة، قالت لي واش هي القابوشة، هي ما عرفتش القابوشة، هي القاشوشة هذيك تاع قابوشة. ايه يا مغامرات بو جمعة. ايه هاك في وواحد الخطرة، الطوموبيل. ايه وواحد الخطرة في التعبير وين كتابي. تسكن؟ لا اسمح لي برك، وين تسكن ابو جمعة؟ وش من ولاية؟ انا ولاية 02. الشلف. الله ايه يبارك. يبارك فيك. انا نسكن في شلف، بلاد عز الدين الله يرحمه، ومحمد بالخياط اه اللي طول عمره. عز الدين هذاك أسطورة صح؟ ايه وعدنا اسطوره فاني، محمد بالخياطي تاع بكريه عارفوه، شيخ محمد محمد بالخياطي، بالخير. بالك انت ما تسمعيش، بس محمد لا بالخياطي معروف 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 كثير، محمد بالخياطي. ها أنا نحب عز الدين. عز الدين غناها يا مرا حسنك وبهاك سمعوا بزاف. حسنك وبهاك عذبني. وينيك من هو حلمان براء وجمعة هايل. ربي الله يبارك هايل فيك ومعرفة خير، يعيش وإن شاء الله ربي يخليك معرفة ديما مبسوطة وهانية وغانية إن شاء الله ربي. يعيشك. وإن دي شاء الله لي ربي. إضافة أبو جمعة، دي لي إضافة. أنا نقعدوا درت ساعة لك، ساعة نطلعوا. أنا درت لك، أنا درت لك، أنا داير لك. صحيت خويا، تستاهلي ربي كل خير. يوفقك إن شاء الله. آمين. وابقى هكا، ابقى هكا بهاد العقلية وبهاد البساطة، وهكا هكا أنا ما تروح الشفا مليح على هضرتي، توصل بإذن الله على إن شاء الله المراتب إن بإذن شاء الله. الله. أنا نقول لك واحد الحاجة يا أخي، لا لقى بيناتنا ربي سبحانه صحة، وإلا ما لقاش بيناتنا ربي سبحانه، يعني كما يقولوا الراجل كلمته يعني تحكمه من لسانه. أنا نوعدك ونوعد كاع الناس اللي تشوف فيا وتسمع فيا، أنا إنسان ما نحول ما نزول ما نتبدل. الله يبارك يبارك في عمرك، نشكرك ويعطيك الخير وبارك الله فيك. يعيشك انت تاني. هيا وإن شاء الله بونغو خير. فطور مع ناسك ويعطيهم الصحة مربيين ما شاء الله. مجاو عندي كم سو وخلوا لي 65 تعليقات ملاح الحمد لله والله. الحمد لله ربي يبارك هيا باي باي، تحياتي لك بجمعة.